ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمه حسن من قسم كهربا وممبر في تيم سيلفش من سب تيم سوفت وير. هنبدا دلوقتي نتكلم عن جزء مهم واساسي من اجزاء السوفت وير عندنا وهو الجي يو اي. هنبدا نقول ايه هو الجي يو اي اصلا، اختصار لايه، بنستخدمه في ايه، وبنقدر نقسمه لايه. طيب الجي يو اي هو اختصار ل جرافيكال يوزر انترفيس. ايه هي الجرافيكال يوزر انترفيس؟ بالعربي كده هي واجهة المستخدم الرسومية. يعني ايه؟ انا الجي او اي اصلا بنبدأ نعمله علشان نكنترول حاجة او نأدي تاسكات معينة. طيب ازاي برضو؟ الجي او اي هو بقدر من خلاله اعمل سكرين معينة اللي ظاهر منها قدامي اسم جزء الفرونت اند، وده اول حاجة الجي او اي. الجزء اللي مش ظاهر قدامي هو جزء الباك اند، ودي تاني حاجة في الجي او اي. وليكن مثلا انا هعمل ابلكيشن معين وهو فيسبوك مثلا. طيب الجزء اللي ظاهر قدامي السكرين بتاعت الفيسبوك نفسها الانترفيس بتاعته هو جزء الفرونت اند، يعني مثلا اماكن الباتونز اللي عندي، اماكن الزرار اللي عندي، الصور بتتحط فين وهكذا، ده جزء مسؤول عنه الفرونت اند. طب انا ازاي بقدر افعل مثلا زرار زي زرار الكومنت ده؟ ده بقى اللي مسؤول عنه جزء الباك اند. ولذلك هنلاقي ان جزء الفرونت اند بيكمله الباك اند، لاني مش هقدر افعل جزء الفرونت اند من غير الباك اند، وهكذا، يعني الاثنين مهمين لبعض. فلذلك انا بقول ان الجي او اي ده انا بعمل سكرين معينه بادي من خلالها تاسكات او ابلكيشن معين. يعني الكمبيوتر اللي قدامنا ده هو جي او اي، يعني معمول، يعني معظمه جي او اي. يعني مثلا اي ابلكيشن قدامنا بيشتغل معانا تمام، فالجزء اللي قدامي ده هو جزء الفرونت اند، الجزء الخفي او جزء البرمجه هو جزء الباك اند. طيب هنبدا نتكلم عن مين فيهم. هنبدا نتكلم الاول عن جزء الفرونت اند بنعمله ازاي. هنبدا نقول طيب جزء الفرونت اند اصله بيتعمل بكذا طريقه. احنا اخترنا منهم ايه؟ احنا اخترنا منهم برنامج اسمه QT Designer. هنبدا نتكلم بقى ايه هو QT Designer ده، بيتقسم لايه. هو شاشته اللي قدامنا دي في الصوره بيتكون من ايه، بنحمله منين؟ هنقول الاول بنحمله منين. من جوجل عادي، بنسيرش عليه وبنبدا نعمله داونلود من هنا. طيب نشوف بقى البرنامج نفسه بيتكون من ايه اصلا. طيب هنبدا نكرييت سكرين قدامنا، هي دي. هنبدا نقول الاول الكيوتي ديزاينر ده بيتكون من ايه. عندي الجزء اللي على الشمال هو الويدجت بوكس، وهو الجزء اللي فيه الايتمز اللي باخدها بحطها على السكرين اللي انا بعمل لها ديزاين، اللي هي دي. طيب الجزء اللي على اليمين هو الجزء الخاص بالخصائص بتاعت العنصر ده. مثلا لو انا عايزه اغير السايز بتاعه، هنبدا بقى نشوف بنغيره ازاي، الفونت بتاعه، وهنبدا نظبطه، الالوان وهكذا. طيب هنبدأ بس نشيل دول ونبدأ نشوف ممكن نعمل ايه. طيب هنبدأ ناخد زرار مثلا، الزرار ده وليكن الزرار ده نكبره شوية ونبدأ نلعب فيه. لو انا عايزة اغير كلمة بوش بوتون دي، بضغط عليها دبل كليك واغير النيم بتاعها. ممكن اغيرها من هنا، ممكن اغيرها من الخصائص اللي هنا، من هنا عادي جدا. ممكن اروح اغيرها من هنا بدبل كليك، وليكن هسميه مثلا اكس مثلا، اي حاجه. طيب عايزه اغير الباك جراوند بتاعت الزرار ده، هدوس عليه تك يمين واختار تشينج ستايل شيت واد كولر. انا هغير الباك جراوند كولر وليكن هخليها ازرق، وادوس اوكي، وادوس اوكي تاني، تمام بقت ازرق. عايزه اغير بقى كلمه تكست نفسها اللون بتاعها لانها مش باين، تشينج ستايل شيت برضو واد كلر واختار كلر واخليه وايت زي ما هم اختاروا كده، بس اوكي تمام اتغيرت. طيب
عايزة اكبر كلمة تكست دي اصلا، بضغط عليها اروح من هنا بقى وهبدأ انزل كده واختار الفونت سايز دي، اشوف بقى هخليها وليكن 20. اه فعلا كده. طب انا عايزة اتقل الخط شوية من هنا، طب عايزة اخليه مايل شوية من هنا، وابدأ العب بقى اشوف انا عايزة اعمل ايه، اخليه تحت الخط مثلا. تمام، ممكن اغير شكل الفونت نفسه مثلا من هنا، اختار الشكل اللي انا عايزه، بغير نرجع بس تاني، اختار شكل الفونت من الاشكال اللي موجودة عندي هنا. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ اه حاجة مهمة، اما اجي افتح اي ابلكيشن مثلا، هفتح جوجل مثلا وهاجي هصغر السكرين بتاعته، الانترفيس بتاعته، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان الحاجات صغرت مع الحاجات اللي جوه، العناصر اللي جوه صغرت معايا، جيت كبرتها كبرت مع، يعني اتفردت معايا على السكرين، يعني اما انا جيت اصغر كانت ظاهرة معايا، طيب اما جيت اكبرها كانت ظاهرة معايا برضه. طيب عايز اخد بالي من الموضوع ده، يعني ايه برضو؟ هاجي اعمل run للسكرين اللي عندي دي، ادوس كنترول ار، هاجي اصغرها، الزرار مكان مش باين معايا، اكبرها ماشي بيظهر بس انا مش عايز كده، هبدا اعمل ايه؟ نقطة ممكن تكون رخمة شوية بس بالتعود بتيجي، وهي اني هعمل بريد كبر شوية بس ممكن نظبطه بعد كده، بس هبدا ارن مثلا، هبدأ بقى أصغر وأكبر كده، شوف هيحصل ايه. اه ال الكلمة أو الزرار بيصغر أهو، بيكبر معايا على حسب الشاشة اللي قدامي. تمام، دي حاجة لازم ناخد بالنا منها. طيب هنرجعها بس كده في الآخر نبقى نظبطها كده. طيب ممكن نبدأ نعمل ايه مثلا؟ اي شاشة لايه؟ ممكن مثلا هعمل شاشة هكتب فيها اليوزر نيم بتاعي والباسورد بتاعي علشان ادخل على ايميل مثلا، الايميل بتاعي في اي حتة. طيب هبدأ اجيب ليبل اكتب عليها كلمة اليوزر نيم، واجيب ليبل تانية واكتب عليها كلمة باسورد، واضغط دبل كليك هنا انصحها، واكتب ايه؟ واكتب يوزر نيم. طيب هنا اكتب باسورد، اكبر دي بس شوية بس تبان. طيب هنبدأ نغير في الكالر مثلا بتاعتها، change style sheet زي ما قلنا، و add color واختار color، ليكن هخليه ازرق وادوس اوكي، اتغيرت. نفس الشيء هعمله هنا، change style sheet و add color، اختار color ليكن ازرق، ادوس اوكي، اوكي اتغير. طيب هكبر مثلا الفون سايز بتاعتها، دي 15 مثلا، كبرت هوسعها شوية. هنا هعمل نفس الشيء، كبرت هوسعها شوية. طيب فين بقى عايزة اجيب حاجة بقى دلوقتي اللي هكتب فيها الباسورد بتاعي واليوزر نيم بتاعي؟ اجيب ايه؟ ليكن حاجة، اي حاجة هكتب فيها، حاجات بتاعتي، يعني بشوف انا السكرين بتاعتي عايزة ايه وببدأ اني انا احط لها احتياجاتها بتاعتي. طيب تمام،
ممكن اعمل ايه تاني مثلا؟ ممكن مثلا كلمة يوزر نيم دي لو انا جيت اكبر يعني الليبل بتاعتها كده مساحتها يعني بالشكل ده، هلاقيها ان هي مكتوبة في الشمال خالص. طب انا عايزة اجيبها في السنتر هنا، هعمل ايه؟ لو جيت دورت هنا في الخصائص اللي عندي بتاعت الليبل دي على حاجة اسمها alignment مثلا، عايزة اجيبها في السنتر، فببدأ بقى بحدد ان انا عايزاها في السنتر. جت في السنتر، جت في السنتر بتاع الليبل، صغرت بقى كبرت، هي موجودة في السنتر مش بتتقل. نفس الشيء هعمله هنا واختار ان انا احطها في السنتر، هتتحط برضه. طيب ممكن اعمل ايه تاني يبقى مهم؟ ممكن مثلا لو انا عايزة احط صورة هنا، لو انا عايزة احط صورة على ليبل مثلا، صورة بتبين لي صورة للابليكيشن مثلا، صورة لأي حاجة، هعمل ايه؟ خلي دي بقى غير اسمها لوجن علشان تبقى متماشية. طيب هبدأ اعمل ايه؟ هجيب ليبل، هنا كده. طيب خليني دايس عليها وهسيرش على، او هجيب خصية من الخصص اللي موجودة هنا اسمها بيكس ماب، اختار اني احط صورة وليكن دي، وخليها وفعل دي بحيث تبقى ايه الصورة ظاهرة عندي بالشكل ده مثلا. بس يعني دي كلها حاجات بسيطة، يعني هنا انا حبيت ان انا احط صورة، فبحط الصورة ازاي؟ بحطها على ليبل، فبتاجي اعمل لها رن فبتبقى اهي بالشكل، هيبقى شكله كده قدامي. طبعا ما ننساش ان انا اعمل جريد علشان اظبط الشكل بحيث ايه ما تبقاش متاكلة معايا بالشكل ده. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ لو انا مثلا عندي مثلا في جوجل هنا بيبقى فيه تابس، بيبقى فيه تابس ممكن اقلب ما بينها كده فوق. طب عايز اعمل نفس الشيء هنا عندي، هعمل ايه؟ هسيرش على حاجة اسمها التاب ويدجت، تمام. ابدأ اني انا اكبرها كده، احط كل الحاجات دي، احدد الحاجات دي كلها، احطها جوه التاب، اكبر التاب بالشكل. مثلا طبعا انا عملت لها جريد هنا، ممكن الغيه اصلا وبعد كده اقعد اظبط بقى الاشكال دي، ده مثلا يعني. طيب ممكن اروح بقى للتاب التانية، كده كده الاشكال دي بتتظبط عادي، ممكن اروح بقى للتاب التانية ابدأ اشوف انا عايز احط فيها ايه. يعني مثلا ابدأ احط ان انا عايز احط مش بوتن جديد، عايز احط ليبل جديدة مثلا، اشوف انا محتاجة ايه. عايز احط مثلا تشيك بوكس جديد اللي هي بتبقى حط هنا مثلا علامة صح اما بنيجي نختار حاجة، وهكذا مثلا بشوف انا بدور على ايه اللي انا عايزه واحطه. طيب لو انا عايزة اضيف تاب جديدة، كليك يمين وبختار ان انا احط انسرت واحدة جديدة، انسرت بيج جديدة، فهختار مثلا اني عايزة احطها بعد التاب اللي انا محدداها ولا قبلها. لو انا عايزة احطها بعد فبقول after current page، فتحطت لي واحدة دي. طيب عايزة بعد تاب اتنين دي اخليها قبلها بقى، فبقول before، فتحطت قبلها. طيب وليكن انا عايزة مثلا امسح بيج دي، بعمل ايه؟ فبختار اني انا اعملها delete عادي جدا، بختار بيج دي تاني.
بختار page 2 of 3 واختار اني اعمل لها delete. تمام. طيب ممكن اغير ايه تاني؟ ممكن اغير لونها من change style sheet زي ما اتفقنا. ممكن اغير كتابتها، ممكن اغير اني الكتابة اللي فيها عادي جدا. ممكن اعمل ايه تاني؟ طيب برضو ممكن ايه تاني جديد من هنا نتعرف عليه؟ لو انا عايز اعمل بس اشوف قراية الحاجة، يعني انا حاجة بتعد او بتقرا عندي قراية معينة، قراية رقمية يعني، ممكن اختار اني احط ال LCD number دي. تمام. واجيب label مثلا جنبها كده واقول هي دي، اسميها بس هي دي بتقرا ايه مثلا. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن اعملها، وهكذا بشوف ايه اللي انا محتاجه من الويدجت بوكس وابدا اني احطه هنا. طيب في حاجه عندي تانية اسمها الجروب بوكس. ايه الجروب بوكس ده؟ ده الجروب بوكس. الجروب بوكس ده ممكن أبدأ أجمع فيه حاجات، يعني مثلا أكبره بس شوية كده، مثلا أخد ده وأحطه مثلا هنا كده تحت كده تاني، وأخد برضو الليبل دي أحطها هنا كده وأسميه مثلا باسم معين بيدل على الـ على الـ على الحاجات اللي أنا حطها جوه دي. يعني جروب بوكس يعني أنا مجموعة حاجات ليها علاقة ببعض، مثلا حطها مجمعة في بوكس لوحدها. تمام. دي حاجة ممكن اعملها. ممكن اخد جروب بوكس تاني احطه تحته مثلا، تحت الجروب بوكس الاولاني، واحط فيه مجموعة حاجات برضو ليها علاقة ببعضها. يعني فيما معناه ان انا بقدر اقسم السكرين بتاعتي او الانترفيس بتاعتي زي ما انا عايزها، بقدر اعمل اللي انا عايزه. طيب مثلا هنيجي للتاب الاولى. الزرار ده بنشغله ازاي؟ يعني مثلا اما بنيجي نعمل لها ران كده هنلاقي ان الزرار ده مش شغال معانا، مش موجود اصلا. طيب بنشغله ازاي؟ دي بقى الحاجه اللي ليها علاقه بالجزء بتاع الباك اند. يعني زي ما قلنا في الاول ان لو ما وصلتش الباك اند بالفرونت اند الاثنين بيكملوا بعض، ده مش هنقدر نشغله الا اما نبرمجه اصلا. طيب ممكن ايه تاني نقوله؟ طيب عندنا الجزء اللي فوق على اليمين ده خاص برضو بالتسمية بتاعت العناصر اللي موجودة عندي هنا، ولكن انا لما بسميها او بسميها اسم معين ما بتظهرليش هنا. دي بقى حاجة ليها علاقة بالباك اند، هنشوفها سوا اما تيجوا بقى تشوفوا الجزء بتاع الباك اند. يعني طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن مثلا زي ما غيرت الكالر بتاع الليبل ده من خلال ان انا ادوس كليك يمين وتشينج ستايل شيت وكده، انا احددها من هنا وهلاقيها هنا عادي. يعني هلاقي ستايل شيت دي فاضغط عليها اد كلر، واخد الكلر اختاره مثلا الخط نفسه ازرق وادوس اوكي. تمام اتغيرت لي اهي، بقت زرقاء عادي. فممكن ان انا الاقيها، الاقي الخصائص دي موجودة هنا برضو. طيب ممكن اعمل ايه تاني برضو كشكل؟ ممكن احط لها فريم مثلا كبوكس مثلا، فبقت محطوطه في بوكس. بس يعني عامه هي دي الحاجات اللي المفروض تبقوا عارفينها دلوقتي في الفرونت اند. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بعد كده هنبدا نفكر ان احنا ازاي بقى هنشغل الزرار ده، هنبدا ازاي نكتب هنا، هنبدا ازاي نشغل بقى كل الحاجات اللي احنا هنعملها دي، ونعمل حاجات اكتر. هنشغلها ازاي؟ زي ما قلنا في الاول هنشغلها عن طريق جزء الباك اند. فبعد كده هنبقى محتاجين نبص بقى على الباك اند ونشوف هنعمل ايه معاه. بس فدي كانت الحاجات المفروض تعرفوها في الفرونت اند. وشكرا.